حبيبة من السويس يعني بتتكلم برضو ان عليها دين كبير ومحدش بيساعدها، فبتطلب من فضيلتك دعاء يعني لفك القارب بالنسبة للدين والامور اللي عليها. الاستغفار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت اللهم استغفروا صل وسلم ربكم وبارك. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن فالاستغفار مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. لما جاء الصحابي ويعني قال له يا رسول الله أجعل لك كل صلاتي كل مجلسي، يعني كل مجلسي في الذكر أجعله صلاة عليك، فقال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم صل على سيدنا محمد. فيعني أدم الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. فإنها تفرج الكروب وهي تشرح الصدور وهي تسد الديون ببركة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسد عنها اللهم وأن آمين. يقيض لها اللهم آمين. من أهل الخير من يقف معها، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللهم آمين.